طالبون سميدون سميدون للحقوق طالبون سميدون سميدون للحقوق طالبون سميدون سميدون للحقوق طالبون سميدون كاتب عام في النقابة جي دي ام. المعاناة ندخلوا مباشرة في الموضوع. حنا من العمال اللي هما تحقنا بهذا العمل في 1990، حنا ونحن باقي لازلنا صغار، وكنا الامور عندنا عادية في العمل، يعني تعاملنا مع سانديكات اللي هما دازوا في هذه المنطقة هذه، يهود نصارى الى اخره، كنا ما عندنا حتى شي اشكاليه بالنسبه للاخلاص. كنا نهار 27 الا كان الشهر فيه 28 كنخلصوا نهار 28، كان 30 في الشهر كنخلصوا 30، ما عندنا كان عندنا اشكال في الاخلاص. بدات عندنا المعاناه في 2006 2006، وحنا المعاناه مع هذا السنديك اللي هو كاين حاليا الان هنايا، يعني تنشوفوا الفلوس تتخرج بغزاره في اشياء لا قيمه لها، حيت تنطالبوا حنا كشي غيله بالاجور ديالنا، تيقول لك اودتي بانه هاد الساكنين هادو راه لا يؤدوا لنا ما عليهم المستحقات او واجبات اللي خصهم يعطيوها الواجب السنوي. وهاد الاشياء هادي ناقشناها مع واحد المجموعه من الساكنين هنا، تيفندوا هاد الاراء، يفندونها تمام التفنيد، تيقول لك اودتي حنا تنأديو، ولكن الاموال تتصرف هنا بعشوائيه في اشياء. حنا تنعرفوا القانون شنو فيه، العمال اللي هما قام هذا المشروع على الظهور ديالهم وعلى الاكتوف ديالهم، وكاين اللي هنا تهرس وكاين اللي مرض في سبيل هذا العمل، وما تيتقاضاش الاجره ديالو في الوقت ديالها. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين واحد المجموعه هنا ديال التعسفات، مجرد انسان تيطالب الحق ديالو يعني تتولي تحولات وكذا وعقوبات، انسان ضرب الاسبع يعني 30 سنه ديال العمل وشرف هنايا ما بقاش عنده قوه تحمل. حنا دوزنا واحد الخطر، دوزنا واحد الاضراب اللي دخلنا درنا صلح وكذا، ودرنا واحد المحضر على اساس انه بغينا نتخلصوا. نقدم لكم الاسم ديالي بيروك عبد الصادق، اجون سيكوريتي، وحاليا كنت وقعت لي اكسيدون طرابي هنا مهرس، انتقلت بالامر ديالو هو، خديت كونجي تعسفي وانتقلت السباقة، ما تنقدرش نخدم رجليا مهرسي. انا بيروك عبد الصادق، عندي مده ديال 32 سنه، دخلت هنا في 88، دخلت لهنا، كنت حاليا ملي كنت باقي صغير كنت ناشط وبخير على خير، وعاد في القوه ديالي وعاد في الطاقه ديالي. جا هذا السيد هذا في 2009 كون عندنا سانديك، يعني هنا عندنا حنا جمعيه سكنيه اللي هي كتكون من السكن الاجتماعي، تيعينوا سانديك. نهار فاش تعين هذا السيد لقينا تعسفات بزاف، ولقينا بزاف ديال 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 العواقب، لانه الانسان تي ما هو يقاد الانسان، ملي كتهضر على حاجتك كتهضر على حقك من الحقوق ولا شي حاجه، وتيجيبوها مثلا في العيد الكبير، واحد الطرف في العيد الكبير قعدنا ما كاينش الناس ما عندهاش باش تعيد، ملي تيستجبنا تيستجبنا بشهر، وتيقول لك واش ما بغيتش تبرش عليا. وهنا اللي بغيت نفيدكم بها الاخوان الاخوات، هنا عندنا بينا جمعيه سكنيه، عندنا لي شارج، ما عندناش شي حاجه اللي كدير فايت، عندنا لي شارج، عندنا مليار و 500 مليون كتدخل ديال الفلوس في العام، وعندنا الزيادات اللي زادهم هو، وفي الاخير تيقول لك ما عندي فلوس، ولكن هو خدام في الاصلاحات تيصلح فلوس السيد، وتيقد في المسائل الجماليه، الا هاد المساكين ما بقاوش فيه باش يعطينا حتى حنا باش نكونوا نديو حتى حنا لجهازاتنا باش. شنو كطلبوا؟ تنطلبوا تنطلبوا اخويا تنطلبوا، كلنا تنطلبوا بالاجور لا غير، انه الحقوق كلها مهدونا تقريبا، تهضمت لنا مع السيد، وملي تنديروا هذا راه ماشي مركب، هذا راه تنعتبرو سجن، انه كاين فيه شي مسائل اللي هي حتى لدرجه انهم اللي كديري شي حاجه بسيطه او لا شي مجرد كلمه ما تعطاكش تقريبا واحد الانذار شفوي ولا كتابي، تعطاك ميزابي اللي هو تتخدمو تتقطع عليك تتقطع عليك وتتخدمو، وبزاف ديال المسائل. ولا فتي حتى قلتي شي حاجه ولا شي، انا
هاد العبد المدرب اللي قدامكم شديت كونجي يلاه دخلت من الكونجي وشديت كونجي ثاني، علاش نتكلم على الخلاص؟ علاش نذكر الخلاص؟ علاش نقول بان هو تيدخل الفلوس وانا قاعد ضايع في حقي وما تناكل وما تنشرب؟ هادو هما المشاكل اللي تقريبا اللي كنعيشوا هاد الامه هادي كلها اللي كتشوفها الله يجزيكم الخير، وتنرجو المسؤولين يقفوا معنا في هاد المساله هادي. راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه الانسان راه اصبح ما لقاش ما يصير على ولادو. انا هز معايا امي، هز معايا امي مريضه، تتشد 12000 ريال اللي كتشد في التقاعد تتخلص لي انا الضو، وتتعاون لي ولادي انا باش تقريبا باش تشري لي اللي هما ياكلوا باش اسميلو، وانا خدام وتنفتكر انا بواحد الانسان اللي هو تنقول له راه سانديك ورزقي كاين تما وداك الشيء. هو تيقول لك اش تيقول لك؟ هو بواحد اللغه اونتر بارونتيز تيقول لك مثلا سطح راسك مع الحيط، او الا لقيتي تشد السما بيديك شده، ولكن حنا عندنا قال لك فمن علا فالله اعلم. فاصلك من هنا من الاتحاد المولف لابان موري اللي هي زعما الكور ديال مراكش اللي كاين الملياردير ولي بورجوا خدامين عندهم حاشاك، وفي الاخر بشحال تيعطيونا 36000 ريال في الشهر. حنا واحد الفئه من هذوك الناس اللي في الاتحاد تا هما مرسمين، ولكن حنا ما مرسمين خدامين في النوار. حنا واحد 30 ديال الاكسترا هما هادي يقولوها لك، فينا هما الاكسترا؟ الاكسترا الناس هادو خدامين 36000 ريال ما ديكلارين لا كاين لا لامو لا والو. سيدنا صرح بلامو داكشي، الناس هنايا خدامين ما كاين لا امو لا والو. حنا ضاربين 3 سنين، كاين اللي ضارب 4 سنين كثر مني كاع، كاينين ومجوجين وعندهم اولاد ونفس الوقت ما مخلصينش حتى الشهورات. فين غنمشيو حنايا؟ حنا واقفين معاك هنايا، راه الناس واقفه عندنا مول الكره، تنقول الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث تبان بحال تكتب عليه، تيتسناك على القرص يومين، تيتسناك على القرص تجي تقول له هاك فلوس ولا يشردك في الزنقه. حنا راه مشردين دابا قاعدين كاع هنايا، مشردين تنتسناو رزقنا حنا باش ناكل هاد النايمين باش نعيشوا حنايا. فهمتي؟ ايوا السلام عليكم، الله ينصر سيدنا والله يجيب ليه الشفاء. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.